وفق الاستراتيجية المعدة من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، استراتيجية استخبارية خاصة بمكافحة المخدرات أسفرت عن تفكيك أغلب الشبكات المتاجرة الخاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة محليا ودوليا في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. خلال عام 2023 تم ضبط 4 طن من مختلف المواد المخدرة، تم ضبط 15 طن من مختلف المواد المؤثرة عقليا. هذا الرقم إذا حسبناه على قدر 1 غرام للمتعاطي، نعم، هذا يعني أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية أبعدت الخطر عن 20 مليون فرد من أفراد المجتمع العراقي. ولو حسبنا نسبة التعاطي بقدر 0.5 غرام، لأن المتعاطي مرات يتعاطى غرام أو 0.5 غرام، مرات 0.25 غرام باليوم الواحد، لو حسبنا التعاطي 0.5 غرام، هذا يعني أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أبعدت الخطر عن 40 مليون فرد من أفراد المجتمع العراقي خلال عام 2023. تم ضبط ما يقارب 20 طن من مختلف المواد المخدرة المؤثرة عقليا خلال عام 2023، وتم إلقاء القبض على 15,000 متورط بجريمة المخدرات. يعني بصراحة نتحدث، لو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات من قبل رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لانحدر العراق إلى منزلق خطير خلال عام 2023، لكن اتخذنا هذه الإجراءات دون ملل دون كلل. يعني بصراحة يعني رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يعملون ليل نهار، يعني لا يوجد لدينا لا ليل ولا نهار.